واستمع الرئيس السيسي لأحد طلبة الكلية الحربية حول مشروع حياة كريمة، وأكد أن المشروع ممتد على 3 مراحل، وأن المرحلة الأولى منه ستنتهي في شهر يونيو المقبل، وباقي المراحل تباعا لتغيير وجه القرى في مصر وتحسين حياة المواطن للأفضل. منين؟ من الغربية. طب انت في يعني في 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 المركز عندكم في قريه من القرى بيترفع بيتعمل لها الموضوع حياه كريمه ولا لا؟ شفت اللي بيتعمل؟ شفت صح. رايك ايه؟ بعد ما جيت اخر اجازه نزلتها لقيت الموضوع اتغير تماما، الناس كده عايشه في مستوى تاني بقت في مستوى تاني. فعلا؟ فعلا صح. طب ايه اللي ممكن ما نكونش خدنا بالنا منه وانت بتقترح ان احنا نعمله؟ سيادتك اتمنى ان معظم القرى في قرى كتير اتعملت بس لسه في بعض القرى. لا بص البرنامج ابراهيم 3 مراحل، يعني احنا بنتمنى ان المرحله اللي تاخد سنه تخلص 6 ان شاء الله السنه دي ان شاء الله، المرحله اللي بعدها 6 اللي بعد السنه الجايه يعني، ثم المرحله الاخيره ان شاء الله تخلص 6 24 كده 3 سنين. لو وفقنا ربنا سبحانه وتعالى وخلصنا ده يبقى كل بيت فيه صرف سكن، كل بيت فيه ميه، كل بيت فيه كهرباء، ثم طبعا موضوع تبطين الترعه